لما بتطلع من بلد فيها حرب بتكون عم بتحاول تهرب من الخوف، الخوف من الموت، الخوف من إصابة ممكن تسبب لك إعاقة دائمة وتعطلك عمر كامل عن الحياة. اليوم حكايتنا عن صبية طلعت من بلدها لأن فيها حرب، وأنا رافقتها بهي الرحلة، أو بالأحرى رافقتها من لما عسكري قوصني بالهوى ونزلت على باب بيتها. كانت وقتها طالعة على شغلة الصبح وشافتني قدامها على الأرض مرمية، شالتني بلحظتها وحطتني بجزدانها، ومن وقتها بلشت قصتي معها. لما أخدتني غسلتني ونظفتني من وسخ الحرب العالق فيي، غسلتني وهي عم بتقلي انتي شو ذنبك تكوني سلاح بيقتل، سلاح بيعذب بشر، هذا مو ذنبك، مشان هيك أنا رح نظفك من وسخ الشخص يلي كان حاملك، ولو اني ما بعرف مين هو وشو السبب يلي خلاه يستعملك، بس لازم نظفك. هلأ من صوتها كان مبين انها عشرينية، وظلت كل الفترة السابقة ضابطني معها ومستحيل تتركني. كنت مرافقتها بكل لحظة وداخلة بكل تفاصيل حياتها، يلي عرفته لهلأ أنها هي عايشة مع أهلها، بس كمان مع أولادها عم تربيهم لحالها، وهي حدا كتير قلبه أبيض. واضح هذا الكلام من تصرفاتها، من طريقة حكيها، من الناس يلي بحياتها. هلأ ما رح أحكي لكم كل قصصها يلي صارت قبل، بس رح أبلش من اللحظة يلي قررت فيها تطلع وتطالع أولادها برا هالبلد. بيوم من الأيام كانت قاعدة ببيتها وفجأة سمعنا صوت مروحة الهاون وهي عم بتمر من جنينة البيت، وأنا كنت بين إيديها البردانين من الخوف، ما كان في حدا يدفي لياهن، كنت أشفق عليها. كانت ماسكتني بهي اللحظة وشادة علي وعم تدعي ربها وتقول يا ربي أنا إذا بيصير لي شي مين حيربي أولادي؟ لك مين حيخاف عليهم؟ مين حيصرف عليهم؟ مين حيجي يحبهم مثلي؟ يا ربي أنا عايشة كرمالهم، حميني وحميهم. ظلت تدعي لوقت ما بعد صوت القذيفة، وأساساً بهاي الدقيقة مرت 3 قذائف. دقات قلبها كانت متسرعة، وقعت بزاوية الغرفة وكان صوتها فيه غصة، بس مو معقول قلب الأم كيف حتى ما بتفكر بحالها، أو حتى لما بتفكر بحالها بتكون عم بتفكر كرمال ولادها. وبعد ما هديت نفسيتها شوي سمعت دعسات رجليها وهي رايحة لعند أهلها، وصارت تحكي لهم أنها قررت تطلع وتطالع أولادها برا هالبلد، وصارت تحكي لهم أنه بدها تاخدهم على بلد آمنة. فأهلها هون تضايقوا وحزنوا شوي، كلهم دخلوا بلحظة صمت وما حدا عبر. وصارت تعمل اتصالات لتشوف مين كمان بده يطلع معها، وحسمت بالنهاية أمرها على الرحيل. ومروا هالكم من ساعة بسرعة وصار نص الليل، حطتني تحت مخدتها وحطت ولادها جنبها وزرعت بوسة على راس كل حدا فيهم. طبعا من أصوات ولادها ميزت أنا أنه عندها صبي وعندها بنت، وهيئتهم كمان صغار كتير. هي لما زرعت هي البوسة على راسهم حاولت تحسسهم بالأمان، وغفيت حدهم وغفيوا هني كمان. وهلأ بلش يطلع الضوء شوي شوي،
وهنن بعدهم نايمين. ضليت فكر أنا بحالي أنه تعودت عليهم وبدي روح معهم، ما بدي ضل لحالي ولا بدي حدا يلاقيني ويستعملني. صرت أقول أنه هل يا ترى هالصبية رح تفكر فيي أنا كمان وتاخدني، ولا رح كون آخر همها؟ أبصر شو رح بيصير. وهلأ ضلوا هن النايمين وأنا ضليت تحت هالمخدة ناطرة الصحوة، والحمد لله أن هالمرة كمان عدت على خير. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015. عم تسمع راديو سوريالي على فكرة، هذا مو راديو.